دلوقتي هنعمل مع بعض محشي، بس محشي فلفل بس. نيجي بقى دلوقتي هقول لكم هنعمل محشي فلفل ده بايه. فلفل رومي، لحمه مفرومه، بصل، رز، طماطم، شبت، مكعب مرق، وفلفل حامي. فلفل حامي جوه الفلفل الرومي. عندي هنا بصلايه كبيره مقطعه صغنن، وسنه ملح وفلفل، لحمه مفرومه حوالي نص كيلو، حط عليه فلفل اسود كده على اللحمه، والفلفل الحامي، هنزله شويه قرفه. الطماطم بقى بصوا يعني دول حوالي على نص كيلو، اقل من نص كيلو طماطم، اقل من نص كيلو. شويه بقى ايه الشبت بتوعنا كده، ادي كده كميه الرز اللي هحطها. بصوا كده اجي بقى هنا عشان الميه اللي هاخدها اغليها للمحشي. كميه الرز اهي انا عايرتها عشان تشوفوها قدامي، اقل منها سنه، ولو حاطه معاها مكعب المرق وحطها على النار. بصوا اما نيجي نحشي المحشي نضغط عليه كده، ما نخلوش مهوي كده، نحشي ونضغط كده. نبدا بقى نديله حبه شوربه صغيرين خالص دول كده، ونحطهم بصوا نوزعهم كده على وش الايه المحشي كده.